مكتبة الإمارات اخترت ثلاثة كتب. الكتاب الأول بادية الإمارات، يتكلم في العادات والتقاليد المختصة بالبيئة الصحراوية في دولة الإمارات. كتاب السنع وهو ترسيخ العادات والتقاليد والأخلاق الموروثة من عند الآباء والأجداد. سيرة التعليم في دولة الإمارات، ويتحدث عن التعليم الديني والتعليم النظامي والتعليم العالي. طبعا هاي فرصتنا لنقضي وقت أطول مع خير جليس في الأنام، وهو الكتاب.